صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 34 لسنة 2019 بفصل مركزين من المراكز الطبية عن قوة دفاع البحرين. ونصت المادة الأولى على أنه يفصل المركزان التاليان عن قوة دفاع البحرين وتسري بشأنهما القوانين والأنظمة التي تخضع لها المؤسسات الصحية الحكومية، وهما مركز الشيخ محمد بن خليفة التخصصي للقلب، مركز البحرين للأورام. فيما نصت المادة الثانية على أنه يشكل بمرسوم مجلس أمناء لمركز الشيخ محمد بن خليفة التخصصي للقلب ومركز البحرين للأورام.